بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو من الفيديوهات المهمة. موضوع النهاردة ان شاء الله ازاي تعرف النتاية عليها البيضة ولا لا. طبعا يا جماعة ناس كتيرة بتبقى مثلا عايزة تعرف ازاي يعرف النتاية عليها البيضة ولا لا، ازاي جس النتاية. طبعا موضوع جس النتاية بسيط جدا وسهل جدا جدا، بس طبعا في حاجات مبدئيا هي اللي بتخليك تجس النتاية. يعني انا مثلا وانا بتابع الحمام عندي كده ممكن ابص على نتايه معينه امسكها واجسها عشان انا شكيت ان هي عليها البيضه. طيب ايه العلامات بقى اللي بتخلينا نشك في النتايه ان هي عليها البيضه، او ان انا مثلا اقول ديت قربت تبيض؟ طبعا اول حاجه ان انت دلوقتي لو بتتابع الحمام النتايه لما بتكون قربت تبيض او عليها البيضه هتلاقيها بتروح تقعد في الطاجن كتير، بتروح تقعد في الطاجن كتير، دي اهم حاجه. طيب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه النتايه لما بيكون عليها البيضه وخلاص قربت تبيض بتلاقي النتايه ديلها مكسور لتحت، هتلاقي ديلها مايل لتحت بالشكل ده. تمام كده هتعرف كده ان النتايه ديت خلاص عليها البيضه وهتبيض. طيب العلامات بقى اللي بعد كده ان احنا بنمسك النتايه في ايدينا ونجسها بنفسينا ونشوف اذا كان عليها البيضه ولا لا وقربت تبيض ولا لا. فدي هوريها لك دلوقتي عملي، همسك النتايه في ايدي واشرح لك عليها واقول لك انا بجسها ازاي وبشوف فيها ايه. تعالوا بينا نبدا مع بعض. بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس، ويلا بينا. بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعه نتايه كريزليه طبعا عليها بيضه دلوقتي وهتبيضها. تمام. طيب انا اول ما شفتها راقده في الطاجن فخلاص عرفت ان ديت كده يا اما قربت تبيض يا اما عليها البيضه. فطبعا مسكت النتايه واول حاجه بعملها ان انا بمسك النتايه. تمام. باجي هنا كده، هنا اهو. تمام بص كده هنا في عضميتين اهو. تمام. باجي هنا ما بين العضميتين واجس النتايه. طبعا البيضه ظاهره معايا على فتحه الاخراج بتاعه النتايه، يعني البيضه خلاص هتتباض، يعني البيضه ديت ممكن تتباض النهارده او بكره بكتير. ففهمك دلوقتي ايه موضوع جس النتايه دوت، وازاي تعرف ان النتايه كده فعلا عليها البيضه ولا ما عليهاش البيضه، والبيضه ديت قربت تتباض ولا لسه قدامها شويه عبال ما تتباض. هقول لك ان انت لما بتيجي تمسك النتايه، تمام امسك النتايه كده اهي، هتيجي هنا كده هتلاقي عند اخر الديل من تحت من هنا وعند اخر البطن من تحت من هنا هتلاقي هنا كده في عضميتين يمين وشمال، عضميتين هنا عاملين كده بالشكل ده. تمام. ما بين العضميتين دولت هتجس بصبعك كده من على الريش من بره من على الجلد هتلاقي في حاجه ناشفه جوه النتايه، حاجه ناشفه جوه النتايه ومدوره اهي، حاجه ناشفه ومدوره هي وجود البيضه جوه النتايه هنا اهو. تمام كده يا جماعه، هنا هتلاقي في حاجه ناشفه ومدوره. طبعا يا جماعه ملمس البيضه تحت الجلد معروف غير ملمس لو النتايه فيها حاجه تانية غير البيضه. تمام. يعني احنا لما بنيجي نجس كده والنتايه عليها البيضه، تمام، بنلاقي هنا ملمس بيضه مدوره مسطحه خالص ناعمه جدا. طيب حصل بقى ان في ناس مثلا بتيجي تجس النتايه تلاقي حاجه ناشفه ومكلكعه جوه النتايه، فدي يا جماعه ما بتكونش بيضه، حاجه ناشفه ومكلكعه بتيجي تحرك صباعك عليها كده مش متساويه. تمام. يعني فيها حتت طالعه وحتت نازله متعوجه يمين وشمال، فدي كده مش بيضه، دي كده النتايه ممكن تكون يا اما مقنصه يا اما عندها كيس دهني. تمام. انما مش بيضه، البيضه بتلاقي ملمسها هوريك دلوقتي، البيضه يا جماعه هنلاقي ملمسها نفس الملمس ده تحت الجلد، نفس الملمس ده كده تحت الجلد، كانك حاطط ايه؟ كانك مثلا جايب كيس تمام كده اهي، البيضه اهي كاننا حاطين عليها كيس بلاستيك مثلا حاجه زي كده تمام، حاجه زي كده وبنجس من فوقيها، فهنلاقي نفس الملمس ده اللي جوه اهو، ملمس مسطح ناعم خالص مفيش فيه اي نتوءات، مفيش اي حاجه عاليه ولا حاجه واطيه ولا حاجه معوجه ولا الكلام ده، هنلاقي نفس الملمس ده وهي تحت جلد النتايه، تحت جلد الجسم بتاع النتايه هنلاقي نفس الملمس ده كده من ناحيه واحده. تمام. احنا بنجس هنلاقي الناحيه دي هي اللي ظاهره معانا اللي هو الجزء ده. تمام كده. فاحنا مجرد ما هنجسها نلاقيها ناعمه بالشكل ده، فدي كده تعرف خلاص ان دي بيضه. انما لو لقيت بقى حاجه مكلكعه، حاجه مكلكعه مثلا زي ايه؟ زي العظمه ديت كده، لو مثلا ايه العظمه دي تحت الجلد كده هتحس ان هي حاجه مكلكعه، فديت كده يا جماعه ما بتبقاش النتايه عليها البيضه، بتبقى النتايه مقنصه. طيب لقيت حاجات طريه جوه، حاجات طريه ومكلكعه برده حتت كده، فدي برده ممكن تكون النتايه عليها كيس دهني. تمام. طيب لو النتايه عليها البيضه برشت، هنيجي نجس هنلاقي في حاجه من جوه ناعمه زي كده بس طريه، لو ضغطنا عليها هنلاقيها طريه، يبقى كده البيضه برشت، لسه القشره بتاعتها ما نشفتش، لسه القشره بتاعتها ما اتكونتش. طيب نعرف منين ان النتايه قربت تبيض او البيضه لسه قدامها شويه عبال ما تتباض، يعني مثلا قدامها يوم او يومين عبال ما تتباض.
لو البيضه قربت ان تاخد بيضه هتلاقيها على فتحه الاخراج ما بين العظميتين بالظبط كده، هتلاقيها عامله كده على فتحه الاخراج قريبه قوي تمام، ومنفوخه الحته اللي هي فتحه الاخراج او فتحه المجمع بتاعه النتايه هتلاقيها منفوخه وبارزه لبره، وهتيجي تجس كده هتلاقي البيضه قريبه من فتحه الاخراج كده، تعرف على طول ان النتايه ديت خلاص هتبيض، هتبيض في نفس اليوم او هتبيض تاني يوم الصبح تمام كده. طيب لو لقينا البيضه راجعه لورا شويه، يعني مثلا بنجس النتايه لقينا فراغ هنا كده شويه، وبنجس جوه لقينا البيضه ورا شويه كده، يبقى النتايه ديت قدامها يوم او يومين وتبيضها تمام. يعني الموضوع كده يا جماعه ببساطه وبسهوله جدا، ان انت لما تيجي تجس النتايه لو لقيت البيضه بره تعرف ان هي خلاص هتبيض، لقيت البيضه راجعه لورا شويه او البيضه طريه يبقى البيضه قدامها يوم او يومين وتتباط تمام. طيب في الحاله ديت مفروض بنعمل مع النتايه ايه، او ايه لازمته ان احنا نجس النتايه ونعرف ان النتايه خلاص عليها البيضه وقربت تبيض؟ هقول لك اول حاجه، لو انا مش حاطط طاجن للنتايه وبجس لقيت النتايه عليها البيضه، لازم فورا ان انا احط لها طاجن ترقد فيه وتبيض فيه عشان البيض ما ينزلش في الارض ويتكسر تمام كده. طيب تاني حاجه، طبعا يا جماعه الناس اللي عندها الحمام مثلا في مشاكل في الكالسيوم، البيضه بتطلع قشرتها ضعيفه او قشرتها برشت، لما بتجس النتايه وتعرف ان النتايه خلاص قربت تبيض او عليها البيضه، بتبدا ان انت تديها نص قرص كالسيوم في بقها كل يوم لمده 5 ايام، فان شاء الله هتبيض معاك البيضتين بدون اي مشاكل وما فيهمش اي نقص كالسيوم ولا البيضه قشرتها ضعيفه ولا اي حاجه. تالت حاجة، لو انت بتاخد البيض من تحت حمام بتحضنه تحت حمام تاني، فتقدر ان انت تظبط مواعيد قصوص الفرخ بتاعتك مع قصوص التحضين من خلال ان انت بتبقى عارف خلاص مثلا قص الفرخ ده عليه بيضة هيبيضها بكرة، وقص التحضين مثلا باض النهاردة بدل ما اشيل البيض بتاعه النهاردة ارميه، لا هسيبه لبكرة عشان بكرة هيكون عندي قص الفرخ مثلا باض، هاخد البيض من هنا احضنه هنا. نفس النظام لو انت بتربي في اوضة سايب او في مكان سايب وعندك مثلا حمام كتير ولقيت بيضة مثلا متباضة على الارض في اي مكان، بتبدا ان انت تمسك النوتي اللي انت شاكك فيها وبتجس كل نتايه، بتشوف اي نتايه فيهم اللي موسعه او عليها البيضه الثانيه، فبتعرف كده ان دي هي اللي باضت البيضه الاولى تمام كده، فتعرف كده ان النتايه ديت هي اللي بايضه البيضه الاولى، وبتاخدها تحطها في المكان اللي باضت فيه البيضه الاولى، او بتاخد البيضه تحطها لها، بتبقى عارف ان البيضه دي بتاعه النتايه دي. نفس النظام الناس اللي عندها مثلا حمامتين مع بعض وباضوا 3 بيضات او 4 بيضات، اول حاجه بقولها لهم امسكوا الحمامتين وجسوهم وشوفوا مين فيهم اللي موسعة ومين فيهم اللي عليها البيضة التانية، او مين فيهم اللي لسه بيضة فهتلاقيها موسعة جدا. فطبعا لو الاتنين موسعين يبقى الاتنين نوتي والاتنين هما اللي بيضين ال3 بيضات او ال4 بيضات، انما لو ذكر هتلاقي الذكر العظميتين مقفولين على بعض خالص، وهتبقى عارف خلاص ان ده فعلا ذكر، وان النتاية ممكن تكون هي اللي باضت ال3 بيضات، او نتاية تانية دخلت معاها وباضت معاها في العش بتاعها بيضة تالتة تمام كده. فده كان فيديو النهاردة، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناة جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركة الفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار ومحتاجة موضوع نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناة في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.